السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نقولوا عيسى ماندي، يعني شوية صعيبة صارت له كيما 2022 على بالك، والله ما مليحة على بالك، لعابك وما يلعبش شوية واعلة على بالك. نتمنى إن شاء الله بربي يلعب مباراة ويعاود يولي، ما هي سهلة، لازم يكون قد على مستوى شويه صعيب. نقول لكم احنا عيسى ماندي ما يكونش مليح، ديفونس ما كان والو. نقول لكم الصحه، عيسى ماندي قبل في 2021 وروح بها النيفو تاعو طاح، ما كانش يلعب، كان معقل هذا انزاغي ما كانش يلعب كاع. عيسى ماندي وين الريتم تاعو طاح على بالك، ما ولا عندنا لا دو لا تروا لا كات، نهضروا بالعاميه، ما ولاش عندنا نيفو تاعو طاح. بعد ما شاهدنا يعني قبل نهايه الموسم لعب مباريات، في بدايه لعب وقيلا مباراه مع شحال، وهذه قلتها لكم ونعاود باش نقول لكم كوب تاع افريك، يعني بزاف لعابه جزائري ما يولوش يلعبوا لي ماتش الا اللي عنده زعما في المكانه، خلينا في الخليج وكل شيء، اللي عنده المكانه عنده وزن في النادي تاعو اللي تيبو يلعب حتى اخر مباراه. بصح كاين اللي متقلب في المستوى تاعه، يعني سورتو وين عيسى ماندي، ماشي عيسى ماندي ماشي لعاب، ماشي قضيه ماشي لعاب، كاين اللي يقول لك عيسى ماندي تاع فيار، لا عيسى ماندي نتايا انت تروح لفياريال كون ما تكونش قاري ما يخلوك حتى تمد البوله، ما تمدش البوله ما تمدهاش، عشتي الى فياريال. عيسى ماندي لاعب كبير بصح شتي لا غالب، وين نقولوا بلي وين رجع لنقطة الصفر، وين وضعية معقدة لعيسى ماندي قبل كأس أمم إفريقيا، وما عندناش مدرب خمس سنين ما صابش، علاه بالعيد ما كاش، علاه ما تعطيش فرصة بالعيد تاع ياسما، حليش هذاك، حليش حبس على بالك بلي بالعيد فرجنا بارتيا وعاد يدر صح. ما غير بالك نهار الاول بدي يقول شكون لعب العيد هذا من صح، اسمح لي خويا تلعب امام الاهلي، تحب الاهلي تهاجم بالعشره راه خويا، الضغط غير ربي اللي داري به، اللي يعرف كره قدم الاهلي ولا تهاجم بالعشره، كنت تفرجوا عاودوا هذه تاع بالعشره، عاودوا 10 دقائق التاليه برك ولاو يهاجموا بالعشره، يهاجموا بالعشره، يدخلوا لك بعشره في راديفون في الكاري دي زويت بعشره، ولو يلعبوا في المنطقة تاعنا في نصف الميدان تاعنا بالعيد وقفلهم، خرج عن الكرة، قطع عليهم الماء السماء والتحت، قطع عليهم تريسين كي الماء الريح، قطع عليهم كلش، على ما تعطيش فرصة، نورمالمون تعطي فرص لهم جايين، خاطر انت راك تشوف غير في ماندي بلي لعب، ماندي المستوى تاعو على بالك ما يلعبش، المستوى تاعو يهود، وزيد البارح ربحوا. بلا بيه ربحوا، ها ماشي مليح، انا نبغي مين ما يلعبش واحد جزائري، نبغي ذاك البوست اللي يلعب فيه اجنبي ومكانش جزائري، نبغي يدير لي فوط في طول، نقول بلي الزوار تاعنا يعاود يولي يديروه، هذه بالك ان شاء الله كأس الملك يعني يديروها تاع تروا ماتش، ولا بالك على ربي يلعب فيها، بالك على ربي ما تنجمش تلعب، ما تنجمش تعرف، هذه هي. وين يمر الدوري الجزائري عيسى ماندي بوضعية صعبة في نادي فياريال الإسباني بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق وخروجه من حسابات المدرب خوسي، يعني أكتو كي راح ذاك لونترينير تاعه صحيح، يعني وأصبحت مكانة المدافع رامس السابق مهددة أكثر من وقت مضى مقارنة على ما كان عليه الحال في الفترة يعني تولي كيكي عارضة فنية للغواصات الصفراء، والدليل على ذلك جلوسي مجددا على دكة الاحتياط للمرة الرابعة على التوالي. أنا كي نقول لكم ربعة، أنا ما بعرف كيفاه هذو اللي كانوا يقولوا يعايروا غوارديولا يا محرز، يا فانيك ماندي، فانيك نورمالمون كوراكم يا محرز يا عيسى ماندي، ما سامحكم تبعوا انتوما وين كاين الباز، وين كاين الباز تبعوه على بالنا. عرفتو لونترينر ذاك كي جا فرحنا، خاطر علاه طاح لعب لكن من بعد عرفتو كيفاش.
ويبقى ماندي حابس دكة البدلاء خلال المباراة التي جمعت فريقه فياريال وألميريا أمس الأحد، انتهت بفوز ناديه بهدفين مقابل واحد، إذ فضل مدربه عدم الزج به وقام بخمس تغييرات فقط. مدافع الخضر لا يحظى بإعجاب المدرب الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يهدد مكانته مع الفريق في تكرر سيناريو المدرب السابق يعني إيميري، الذي استبعده بشكل كلي من مخططاته وكاد أن يدفع به لمغادرة فياريال قبل أن يتولى كيكي مدرب يعني مدرب النادي الإسباني وأعاده إلى التشكيلة الأساسية بشكل تدريجي قبل أن يعود مجددا إلى نقطة الصفر. والجدير بالذكر يعني وإن اكتفى ماندي بمشاركة في لقاء واحد أمام ريال بيتيس في الجولة الافتتاحية من ليغا قبل أن يغيب عن اللقاءات الأربعة الأخيرة، وهو الأمر الذي سيضعه في ورطة كبيرة في حال ما إذ فشل في استعادة مكانته الأساسية مع فياريال، حيث قد تؤثر وضعيته بشكل كبير على حظوظه في التواجد ضمن القائمة النهائية للناخب يعني المعنية بمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة إجراؤها بالكوتيفوار مطلع العام المقبل. أروح نقولكم لازم نحضروا صح، كذبوش على روحنا. ماندي يلعب ما يلعبش مع هذا المدرب كاين بلاصته. وزيد نقولكم فانيك بوعناني، فانيك بوعناني، شوف فانيك بوعناني، فانيك ما نعرف الله يجعل كاين كأس فرنسا يبردوا فيها قد ما يقلبوا روحهم ما ودع ها قد ما يقلبوا روحهم. لازم منا صاحبي وعناني فانيك، فانيك امر محير، وانني امر محير فانيك. وينك انتم على بالك ما كاش اللي يجبد على بوعناني؟ خاطش علاه يتبعوا بوعناني الى مركب ولا يهضروا عليه يديروا به البوز؟ هذا ما كان حاجة واحدة أخرى ما كاش، والله ما والله ما يجيب عليك قاع، والله ما يسمع بيك. هذا مساكين تاع الباز، أنا قلت لكم بلي هذو ما بيهم لا ليكيب ناسيونال لا من لا مليهم. حطم حطم هذو اللي جراو، هذو اللي راهم في اليوتيوب وبعض في الفيسبوك، يعني كيفاش ينشطوا خلايا نائمة، يعني تهدر الصح يسموك تهدر الصح يطيحوا عليك، يسموك تهدر الصح يطيحوا عليك. هذه هي. وإن يبدو أن بدر الدين بوعناني كذلك خارج حسابات المدرب الإيطالي فرانسيسكو، ولا يدخل ضمن خططه الذي فضل عليه اللاعب الفرنسي يعني لمباراة الخامسة على التوالي، وعلى الرغم من سوء يعني لابورت الذي في أساس لا يلعب على الجناح الأيمن، لابورت لعب جناح أيسر، لو استمر الوضع على ما هو عليه فلن يكون في صالح بوعناني لابورت. نعم اليوم سجل هدف، ولكن في وين امس وين تا الجمعه وقيله نهار السبت وين سجل يعني هدف، ولكن في مباراه سابقه كان سيء، وفي الاصل هو لعاب محدود صراحه، تهميش كبير لبوعناني والسبب واضح للجميع. اش غادي ندير خويا؟ اش غادي نقولوا حنايا؟ دائما وين في النيات لعاب جزائري تظلم دائما، عندما يبقى لعاب يلعب في بطوله عنصريه، امكانيات لعاب جزائري قيمتها في بطوله كبيره على غرار الدوري الانجليزي والليغا الاسباني والكالتشيو الايطالي، والتي تعتمد عن امكانيات وفرديات وفنيات لعب وليس على اصوله وعقيدته. هذه هي نقولوا شنو غادي نقول لكم. وعناني هكا وداروا والو، نهار اللي يلعب لهنا يعني وسلم على التريكو تاع الجزائر وفرح معنا الغد، هدر واحد الهضره قالوا مسكين، قالوا ماذا بيا نلعب مع بلادي، قالوا له كابيتان ديكيب نتاع اللي لعبوا تاع الايديسات وقيلا الماشتي ولا الايفا، قالوا له الكابيتان ديكيب ما تعقلوش. هذه مسكينه الله غالب، ان شاء الله بربي ربي يكون معاهم، ربي يكون معاهم سورتو، انا سورتو الاخر كيسموه ماندي، يا ماندي ليق يلعب، هذه هي ليق يلعب ماندي رسالة، والله نحتاجوه، والله اللي ما لعبش هو والله لا هودت، هذه هي والله لا هودت، المنظومة انكشفت بالتالي كاع.
منظومة انكشفت خويا، هذا لازم نديرو حساباتنا، قدوش لاهيين، هي ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دايما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.